شباب السلام عليكم. ان شاء الله نخش المحاضره الثامنه. نتكلم عن مالتي ميديا اسريكه. يعني ايه مالتي ميديا اسريكه؟ ده اللي هو المالتي ميديا اللي هو البرنامج مثلا اللي معايا او الحاجه اللي معايا بتبقى جمع كل المالتي ميديا اللي درسناها قبل كده زي التكست والجرافيك والاوديو والفيديو. تمام. مثلا كمثال عليه مثلا فيلم ولا حاجه بنسمعه بيبقى فيه مثلا الفيديو بيبقى فيه صوت اللي هو الاوديو بيبقى فيه انيميشنز تمام هو جرافيك وساعات بنحط ايه في تكست لو هنحط السبتايتل مثلا للترجمه بتاعه. تمام ده باختصار يعني. ماشي. يبقى عشان نعمل الريكويرمنت بتاعتها في انترا ميديا ريليتد وانتر ميديا ريليتد. يعني ايه بقى انترا ميديا؟ ديت اللي في بدايه المرحله خالص الكرييتنج. تمام اللي هو بدايه الانشاء اللي هو مثلا هبدا اصور بس هبدا اخد صوره بس هبدا اخد فيديو بس لا تمام هبدا ايه حاجه من الاول خالص وبعدين نعمل عليها ايديتنج بحيث ان احنا نوصلها للمرحله الاخيره ليها اللي اسمها البرودكت بتاعك يبقى ريدي. تمام الموضوع ده بعد ما نوصل للبرودكت ريدي يبقى احنا كده ايه وصلنا لنهايه مرحله الانترميد. بنخش بعدها مرحله الانتر ميديا ودي بتبقى ايه بتاخد كل حاجه جاهزه انت جهزتها تبدا بقى ايه تعمل تلزق الحاجه مثلا بمعنى صح تبدا تلزق الحاجه مع بعض. بيقول لك انها من خلال التمبرر والسبيس زي ما درسنا قبل كده انها مثلا ايه تحكم في الطول والعرض بتاع الحاجه إيه التايم لاين بتاع الحاجه لا التمبرر تايم لاين بتاع الحاجه. تمام وبعدين برضو ايه في مرحله ثانيه ليها اللي هي الايه الانتر اكت اللي هي تخلي الحاجه انتراكت مع اليوزر. بمعنى ايه؟ يعني بتخلي البرنامج بتاعك او الحاجه اللي هتعرضها او الميديا اللي هتعرضها متفاعله مع اليوزر. يعني مثلا لو حاجه تاتش مثلا هتشتغل على موبايل تاتش مثلا لاب تاتش ولا حاجه تبدا تخلي الحاجه انتراكت معاه من خلال ايه؟ الحاجه اللي هو فيها. تمام؟ مش حاجه مخالفه الحاجه معاه. نمسكهم حاجه حاجه ديت شيلوا بس الاي من هنا هتبقى انترا ميديا ماشي انترا ميديا بس من غير الـ اول مرحله اللي هي الانترميديت بروسيس. بيقول لك احنا قلنا ان دي المرحله بتاعه كرييتنج والايديتنج يعني نعمل كرييت للحاجه واديت عليه. تمام اول حاجه خالص في حاجه عندي اسمها ايه رو ميديا. يعني ايه رو ميديا دي بقى؟ تمام رو ميديا دي الحاجه اللي هي لسه اول مرحله خالص بدات اعمل بيها الميديا بتاعك اللي هو مثلا ايه الصوره بتاعتي الصوره بتاعتي زي ما هي صورتها بالكاميرا خدت الصوره الاضاءه بتاعتها بقى عاليه اضاءه بايظه إيه فيها مش عارف عيوب ايه فيها عايزه تتقص عايزه ايا يكن. المهم ان انا ايه خدت الصوره في الاول خالص من غير ما اعمل عليها اي تعديل ولا اي حاجه. بتخش في مرحله البروسيسنج انترا ميديا بروسيسنج. تمام المرحله ديت بنمسك بقى الصوره نشوف هي محتاجه ايه بقى يعني محتاجه نظبط الالوان بتاعها نعلي الاضاءه فيها نوطي الاضاءه مثلا فيها نحط عليها تكست ان يكون هنشوف كل التعديلات اللي على الصوره ولا على الفيديو ولا على الاوديو كمان شويه. تمام هوصل بقى في الاخر ان الصوره بعد ما خلصت التعديلات عليها وصلت لحاجه اسمها ايه برودكشن ريدي ميديا ماشي دي اللي هتبدا تخش في المرحله الثانيه اللي هي الايه اللي هي المرحله دي الانتر ميديا دي لا ابدا اعمل عليها ابدا اتحكم في الطول والعرض والتايم لاين بتاعها وهكذا. تمام كلام لو مش واضح قوي هنفهمه تحت ايه ان شاء الله. تمام بيقول لك ايه ان كل ميديا شغال عليها بتبقى لها ايه؟ لها نوع خاص من السوفت وير هتشتغل عليه، يعني مثلا لو هتشتغل على صور ممكن تشتغل على الفوتوشوب، طب لو هشتغل على فيديو هروح اشتغل على اي برنامج من برامج الفيديو، يعني مثلا عندي برامج الفيديو مثلا حاجه زي الافتر افكت، حاجه زي الادوب بريمير، برامج الصوره حاجه زي الفوتوشوب، حاجه زي الالستريت، تمام؟ وفي برضو الانمي ستوديو اللي احنا درسناه برضو كان بيتعامل مع الايه؟ مع الفيديو بس انت اللي بتنشئ الفيديو، هنا اللي هو الايه؟ مش الفيديو المتصور بكاميرا، لا اللي هو الفيديو اللي احنا بنبدا نرسم ونعمل وهكذا. ماشي تمام نخلينا لسه زي ما احنا في مرحله الانترا ايه ميديا. قلنا الانترا ميديا اللي هي مثلا لو خدت صوره او فيديو او اي حاجه بنعمل عليها عمليات. طيب هي ايه العمليات اللي نقدر نعملها على الايمج مثلا؟ نمسكهم بقى ايمج اول حاجه الكروبنج ان انت ممكن تقص الصوره يعني ايه تقطع تقص حته بس من الصوره مش تاخد الصوره كلها بعد ما صورتها. سكيلنج ريزايز انك إيه تكبر الصوره او تصغرها وعلى حسب ما انت عايزها ايه اي التعديل المطلوب يعني. فلتر تعمل فلترنج على الصوره تمام الريتاتش بتاع الصوره انك هتضيف مثلا اوبجكت جديد تضيف تكست عليها مش عارف الحاجات دي كلها الريتاتش عامه لا ريبينت هنشوف تحت ده حاجه زي الريتاتش مثلا صوره وصوره ببدا اشيل مثلا اوبجكت من هنا اللي هو الانسان وهنا ممكن نشيل الخلفيه وبعدين نلحم الصوره مع بعض زي اللي هي الالفا اللي احنا ايه درسناها. تمام ادنج مالتي ايمج كومبوزيشن يعني ممكن تدمج اكتر من صوره مع بعض. تمام لا زي صور الفوتوشوب بيقول لك البرامج اللي بتستخدم عليها برنامج الفوتوشوب او البينت شوب. تمام
دول اكتر اتنين شائعين طبعا في الايه، في الايمج ايد، ده اللي كل الناس عارفاه يعني. تمام. طب ايه، نيجي للفيديو بقى. الفيديو بتاعك ايه اللي ممكن برضو نعمله فيه؟ بيقول لك اول حاجه changing the video property، لازم عشان اغير في البروبرتيز بتاع الفيديو لازم اكون عارف البروبرتيز بتاعته اصلا. وزي ما اتفقنا ان الفيديو بيبقى عباره عن فريم، كل فريم بيبقى ايه في الثانيه الواحده ممكن اعرض مثلا 24 25 فريم بير سكند، فلازم ابقى عارف الحاجات دي كلها قبل ما اعمل changing عليه عشان نقدر نغير فيه. cut cutting editing الايديتنج، الايديت على الفيديو مثلا انك ايه، مثلا هتسرع الفيديو، هتبطئ فيديو، هتلون الفيديو، هتخليه فيديو ابيض واسود مع فيديو الوان، اللي هو مثلا ايه لو واحد بيحلم ولا حاجه بنحط تاثيرات مثلا، الحاجات دي كلها. تمام. ده مثلا بتاع الفيديو. بيقول لك مثلا ايه اللي هو الكريتنج تايتل، كان سكرول ماشي، كريتنج ترانزيشن. تمام. ترانزيشن اللي هو الحاجات مثلا نقل الفيديو يعني مثلا عشان تنقل من مشهد لمشهد تاني، فلازم مثلا ايه نبقى عاملينه بطريقه ما نحسش مثلا ان ما نحسش اليوزر او المشاهد بمعنى صح انه ايه، انه في ان في لعب، ان انا دمج الفيديو ده مثلا. فده اللي هو بنحاول نعمل حاجه زي ما بنشوف كده، حاجه متناسقه، ما نلعبش باي حاجه وهكذا بقى. نقرا مثلا ممكن نعمل عليه فلتر سينكرونايز الاوديو مع الفيديو بحيث ان الصوت ما يبقاش سابق الصوره زي ما بنشوفه كده، لا بنحاول نسينكرونايز مع بعض. تمام. طبعا عارفين ان الاوديو والفيديو من اكتر الحاجات اللي بتبقى عاليه جدا في المساحه، فبنبدا نعملها كومبريشن. تمام. هندرسه لسه المحاضره الجايه ان شاء الله. ماشي. اشهر بقى البرامج زي ما اتفقنا افتر افكت او اد بريمير ايا يكن، طبعا اللي اي برامج تعمل عليه ايه ادي. تمام. تمام. دي صوره مثلا من برنامج ايه اد بريمير، عشان تبقوا واخدين بس بالكم في هنا حاجه اسمها تايم لاين، ده اسمه تايم لاين. التايم لاين ده اللي بيلعب في التيمبرال. تمام. اللي كنا بنتكلم عليها فوق اللي هو الايه، بيلعب في الزمن مثلا، خط الزمن. السبيشال ده اللي هو الطول والعرض. تمام. اللي هو ايه، صوره زي دي نبدا نتحكم هنا في الطول والعرض، الحاجه اللي انت عايزها الطول والعرض، التكست اللي مكتوب قصادنا ده اللي هو ويلكم ليك ده. تمام. وده هنا اللي هو التايم، ممكن نحرك مثلا نخلي فيديو مدته اطول عن طريق ان احنا نخلي التايم بتاعه او التايم لاين بتاعه اكتر. لو ملاحظين ان هو بيتقسم لعدد من التراكس اللي في الجنب دوت اسمهم تراك، ده اللي قصاد ده اسمه تايم لاين. تمام. ده التايم لاين، ده تراك هنا، ده الايه الحاجه اللي احنا هنحطها مثلا في التراك الاولاني، ممكن نحط ايه الصوت، وبعدين نحط فيديو ونحط جنبه فيديو ثاني وفيديو ثالث وفيهم في فيديو او تكست وهكذا يعني. ده شغل ايه اد برمي. ماشي كده احنا شفنا بتاع الايمج وشفنا الفيديو. طب الاوديو بقى، الاوديو. تمام. بقول لك انك مثلا في كاميرات بتبدا تصور كاميرا الموبايل مثلا، انت عارفين ان انت لو هتصور فيديو هتبص هتلاقيك بتصور الصوت والصوره مع بعض. تمام. في كاميرات ثانيه بروفيشنال، في كاميرات ثانيه مش، في كاميرات كتير عامه بتصور الصوره لوحدها ومع مثلا في ميكروفون يصور الصوت يسجل الصوت، فانت بتبدا تركبهم على بعض. فبيقول لك ايه، اول حاجه من مشاكل الصوت اللي هو مثلا اللي هو لازم نظبطه في صوت بقى سنكرونايز مع الفيديو، لازم نخليه ماشي مع الفيديو مش سابق ولا متاخر عنه. النويز ريدكشن ده مثلا بمعنى ايه، لو بتسجل فيلم وعربيه اسعاف معديه، حد مثلا عمل خبط في حاجه عملت صوت وكده، فانت لازم دي كلها نويز، لازم بن ايه بنفصلها عن المحتوى بتاع الحاجه عشان تطلع ايه بدرجه انقى وكده. طبعا لو هتسجل اغنيه ولا حاجه بيبقى لها استوديو خاص بيه منعزل عن الصوت وكده، دي بقى ايه حاجات مخصصه وكذا. تمام. يعني اللي انا بتكلم دلوقتي فيه نويز، يعني الصوت بتاعي مش واضح زي ما وضحنا قبل كده. طبعا. تمام. وزي ما قلنا برضو الصوت عمليه انه بيبقى يعني ايه واخد مساحه اكتر، فبيحتاج للسامبلنج والايه الكومبريشن. تمام. كده يبقى احنا خلصنا الايه الانترميديا بكل حاجه فيه. طب الانترميديا بقى دي اللي احنا قلنا ان احنا بناخد شفتهم ثواني نرجع تاني، البرودكشن ريدي ميديا هو اللي بيبدا يخش في المرحله هنا بقى. فبنبدا نخش زي ما احنا عارفين، ثواني، بنبدا زي ما احنا عارفين ان احنا هناخد الحاجه كذا ميديا منفصله لوحدها، يعني خدت الصوره لوحدها والفيديو لوحده والصوت لوحده وكل حاجه، يعني هو ظبط الصوت لوحده، ظبط الفيديو لوحده، ظبط الايه الصوره لوحدها. المرحله دي بقى اللي هتبدا تجمع الحاجات دي كلها مع بعض. تمام. تجمع، بيقول لك سيمبل ديفرنت ميديا تايب ان وان برودكت، هنجمعهم كلهم ايه في برودكت واحد بقى. ماشي. السوفت وير اللي شغال على كده ادوبي ايه دايركت. ماشي. تمام. ريكوايرد ماشي. عشان نعمل الانترميديا ديت ايزوليشن تول لازم بنحتاج ايه،
قال لك اثباتال اثباتال ديت اللي احنا اتكلمنا عليها لها طول العرض، التيمورال كنترول ان انا اقدر اتحكم في التايم لاين بتاعها اللي هو الايه الزمن بتاعها، الانتر اكتيفيتي سيت اب دي اللي ايه مثلا ما اروحش اعمل برنامج ينفع اشتغل على حاجات التاتش ماشي، اشتغل على موبايل تاتش ولا حاجه، وامسك البرنامج دون احطه في موبايل ليه، ان مثلا لو اليوزرز بتاعتي كلها بتستخدم ما بتستخدمش موبايلات تاتش عامه، يعني البيئه اللي انا عايش فيها ما فيهاش موبايلات تاتش، ما اروحش بقى اعمل برنامج يشتغل على موبايلات التاتش تمام. فلا لازم يكون في انتر اكتيفيتي مع الايه مع الموضوع ده كله تمام تمام. دي رسمه توضيحيه للثلاث ايه للثلاث عناصر اللي اتكلمنا فيهم من شويه، السبيتال والتشيمبر وكده تمام. فقال لك مثلا لو مسكنا السبيتال إيه، هنلاقي الادب فوتوشوب ده بيتعامل مع السبيتال افضل، يعني افضل برنامج السبيتال هو الايه افتر افكت، لا بيظبط طول وعرض وهكذا، ما الزمن فيه وحش، مش هتلاقي فيه زمن، لو عملت التايم لاين بتاعه هتلاقيه مقرف جدا صراحه تمام. على عكس طبعا ايه حاجه زي الادب بريمير تمام، إيه حاجه الادب بريمير ده مثلا بيقول لك اهو ان هو ده خاص بالتايم لاين حلو جدا، لانه فعلا زي ما احنا شفنا الصوره موضحه فوق ان هو ممكن نعمل ايديت و ايديت على التايم مثلا او على الفيديو او طول العرض وكل حاجه فيه برده، بس بالتمبرال ده افضل واحد فيهم ماشي، وهكذا بقى كل برنامج ليه الافضل في كل حاجه معاه ماشي. دي البرامج ده مثلا برنامج ايه الدايركت فلاش ده بيقول لك ده احسن برنامج فيهم ليه؟ لان ده اسمه ايه بنسميه حاجه اسمها ايدر اوزريشن تول ليه؟ لانه هو ايه لانه هو شغال في التايم حلو وشغال في السبيتال حلو والانتر اكتيفيتي بتاعته حلوه برضه تمام. هو بيوضح لنا هنا كل واحد مثلا حلو في ايه، ودي رسمه موضحه لايه للشكل عامه، اللي هو افضل واحد إيه اللي هو محقق الثلاثه إيه اللي هو الدايركت فلاش، فده بنسميه حاجه اسمها ايدر تمام. ماشي هنا ايه بقى اللي بيساعدني ان انا اعمل الحاجات دي؟ يعني ايه اللي بيساعدني ان انا اعمل اللي هو الثلاث حاجات الاساسيه دي، التيمبرال والسباتال والانتر اكتيفيتي تمام. ايه الحاجات دي بقى؟ هنشوف بقى ايه الميتابوري بتاعها، اللي هو مثلا اول حاجه التايم لاين. التايم لاين ده بيساعدك برده في الحاجات دي. يعني اصلا ايه التايم لاين؟ بيقول لك التايم لاين زي ما احنا شايفين او زي ما احنا شفنا الصوره في الافتر افكت قصدي في الادب بريمير فوق، التايم لاين بتاعي اهو كان بالشكل ده، التراك بيتقسم لتراكس. التراكس بتبقى على محور ايه؟ محور الصداقه تمام، اللي هو محور واو. اللي على محور السينات اللي هو محور اكس، اللي هو هتلاقي الايه؟ التايم بتاعي زي ما انا شايف بالشكل ده. فشوفوا انا ضايف هنا ايه؟ اكتر من حاجه، انا ضايف فيديو وضايف ايه؟ فويس اوفر اللي هو الايه؟ الاوديو بتاعي، وحاطط انيميشن وحاطط باك جراوند ميوزك تمام؟ عامل ده كله. ممكن اتحكم في حجم الفيديو مثلا، الفيديو هنا واخد مثلا ونفرض من الثانيه 8 لحد الثانيه 15، انا ممكن ايه اعمل ده شدها كده اخليها تبتدي من الثانيه 0 تمام إيه، وهكذا برضو ده ممكن اقلله وهزوده، سهل ان انا العب في التايم لاين، سهل ان انا العب في المده بتاعته، سهل ان انا احركه من مكانه ماشي. ده التايم لاين باختصار. السكريبتنج بقى، السكريبتنج دي حاجه عامله زي اللانجويج اللي احنا بنكتبها، البروجرامنج اللي احنا بنكتبها زي الجافا والحاجات دي كلها، بس دي لا حاجه بقى ايه حاجه بسيطه جدا، يعني ستور بسيطه جدا عشان تعمل حاجه بسيطه، سكريبت بسيط مش بيبقى كود زي اللي احنا بنكتبه مثلا بال 50 60 سطر مثلا ولا 1000 ولا 2000، لا 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 ممكن 5 6 سطور 10 سطور بالتالي تمام. ثواني برضو نرجع، بس نسينا نقول حاجه في التايم لاين. التايم لاين من افضل البرامج اللي بتشتغل عليها هي الايه الادوب بريمير ماشي. السكريبتنج هنا زي ما قلنا ان هو مشابه للبروجرامنج لانجويج، افضل برنامج بتشتغل عليه اللي هو الفلاش. الفلاش هو اللي بيشغل ايه البرنامج ده السكريبت ده. فالسكريبت زي ما احنا شايفين مكتوب قصاد سكريبت ايه سكريبت صغير خالص، بيقول لك ايه فور ماوس اب تمام، دي فانكشن مكتوبه عادي بيقول لك ايه لو ما الماوس اب بتاعك يعني مثلا لو الماوس اب عن هنا كده اب، يعني ان انت لو انت ضغط عليه شيفت ايدك ايا يكن، يعني مش لازم نخش في تفاصيل ايه، هتخلي الفيديو وليكن الحاجه اللي انا بقى قاعد معاها هتروح للايه للفريم 80 مثلا ايه تمام، او مثلا ايه ده اكشن تاني كود تاني مثلا سكريبت تاني برضه بيعمل ايه الكلام ده كله ماشي. هو بيقول لك هنا ايه اللو ديفلوبر تو رايت سمول ايه سمول سكريبتس، لا بروجرام صغيره خالص عشان تنفذ ايه حاجه تبقى ايه ماشيه مع المالتي ميديا اوبجكت اللي عندك ماشي. بيقول لك هنا حاجه مثلا زي البوب اب بتاع الويندوز، يعني البوب اب اللي بيظهر اول ما بنفتح اي صفحه مثلا قصادنا لو صفح فيك وكده بتلاقي بوب اب كتير كده بتظهر، او بتحملوا افلام وكده اكيد عارفها ماشي. ثالث حاجه الفلو كنترول، بيقول لك دي حاجه عامله زي الفلو تشارت اللي احنا درسناها قبل كده،
بيقول لك كل جزء فيها بيبقى عباره عن ايقونات بتتمثل بايقونات زي كده. يعني مثلا كل ايقونه بقى بتعبر عن تاسك خاص بيه. يعني اول ايقونه قال لك دي بتعبر عن حاجه اسمها سيت اب، الثانيه دي الباك جراوند، الثالثه في حاجه اسمها اوبننج فيديو، وهكذا. كل ايقونه بتعبر عن ايه؟ عن تاسكس خاصه بيه. ماشي، بيقول لك الايقونات دي كلها لازم لازم طبعا تبقى مرتبطه ببعضها عشان فعلا تطلع ايه ميديا كويس. ماشي، ممكن سهل جدا تغير فيها وتنقل وتجيب مكان دي ودي مكان دي وكل حاجه. ماشي، عامه الشائع في الاستخدام هو السكريبتنج والتايم لاين. الفلو كنترول والكاردس ديت مش قوي. يعني كاردس دي بقى يعني ايه؟ ده النوع الرابع عندي والاخير. يعني ايه كارد؟ لو واحد ويب ديزاينر او لو مثلا انتوا بتفتحوا كتاب اي بوك، الاي بوك اللي على الموبايل بتلاقي مثلا ايه لينكات زي اللي قصادي دي كده، او فهرس بمعنى اصح. لا، كل ما تضغط عليه المفروض بينقلك ايه لصفحه، مثلا لو بحكي قصه ولا حاجه كل لينك ده ايه واخد شابتر من القصه وهكذا. تمام، فده الكارد باختصار. ماشي، اللي هي الهايبر تكست هايبر اللي احنا كنا درسناه قبل كده، اللي هو الهايبر لينكس بتاعه. ماشي، اقرا الكلام هنا تلاقيه مفهوم ان شاء الله. ماشي كده احنا خلصنا ايه، نخش في الكالر. بقول لك ان الكالر ده اشعه كهرومغناطيسيه. تمام، بيبقى لها ايه؟ ان الكالر ده بيبقى ليه ايه؟ طول موج. العين زي ما قلت لك، زي ما هي بتسمع في السمع مثلا لها هرتز معينه، رينج للهرتز، في النظر لها رينج برضه، هنا برضه في الكالر لها رينج بس تقدر تشوف. فبقول لك هي بتشوف من رينج 400 لرينج 700 بس. تمام، الباقي ده كله هي العين ما بتقدرش ايه تشوفه ولا تحدده. طيب انواع الكالر عندي RGB CMYK YUV HSE. تمام، هنشوفهم بالترتيب. RGB ده اللي بندرسه على طول وعارفينه، اللي جرين بلو. ماشي، طول الموج بتاعهم دي النسب بتاعت طول الموج بتاعهم كله دي RGB. نخش تاني، ما فيش حاجه اتقال فيها برضه. YUV دي درسناها برضه واتكلمنا فيها باستفاضه، وان الواي بتشيل معلومات واليو والفي بتشيل الكالرز، وقلنا الفرق دي فين والكلام ده وضحناه قبل كده، ووضحنا برضه ازاي نحول من الار جي بي لليو وفي للواي وفي والعكس برضه ايه وضحناه. تمام، كان في المحاضره اللي قبلها كانت فيها الغلطه، هنا متصلحه هنا ومظبوط اهي. تمام، والارقام تمام. تمام، السي ام واي كي ديت اختصار لايه؟ لسيان ماجندا يلو بلاك. تمام، سيان ماجندا يلو بلاك، ده السيان اهو مثلا، سيان ماجندا يلو بلاك، ده السيان ماجندا يلو البلاك اللي هو بيبقى ناتج ايه عن تداخل الارقام. طيب، وده الريد جرين بلو اللي احنا لسه ايه شايفينه فوق. ماشي، بقول لك هنا بقى ايه ان الالوان ديت اللي هو السيان ماجندا يلو بس مش معاهمش بلاك طبعا، سيان ده مكمل للار جي بي. للار جي بي يعني ايه مكمل؟ بص يا عم، احنا عشان نجيب اللون الاحمر كان بيبقى بنما اللي هي 255 000، 255 000 يعني لون احمر. يعني مثلا اهو هنكتب هنا ار جي بي، ثواني، ار جي بي لو كتبت هنا 255 000 هيديني لون احمر فعلا. تمام، 255 000 هي 1000. ماشي، الواحد اللي هو بال واحد بيت، يعني اللي احنا عارفين انها عند 2 بيت يا 0 يا 1، فعشان اشوفها ف 255 هتبقى زي الواحد بالظبط. ماشي، زي ما بيقول لك سي ام واي كي قال لك مكمل ليه؟ مكمل لها يعني ايه؟ يعني 255 255 لو طرحت منه الار جي بي هيديك مثلا لون ثاني، فالاحمر انا عارف ان هو 255 000، لو رحت طرحتها منهم تمام؟ لو طرحت من هنا 255 يبقى هيديك ايه؟ 0، وهنا 255 وهنا 255. اللون ده في السي ام واي كي بيبقى لون احمر، سيبك ده ار جي بي. تمام، في السي ام واي كي بيبقى لون احمر. تمام، بمعنى صح بتاخد اللون ار جي بي بتنفذ عليه المعادله يديك سي ام واي، مش سي ام واي كي، سي ام واي بس. ماشي، تمام. في فرق ما بينهم الاثنين. الار جي بي ده بيستخدم في ايه؟ ده بيستخدم في زي ما احنا شايفين، لا السكرين اللي هو الشاشات اللي قصادي بتشوفها في الشاشات، زي ما انتم شايفين كده الفيديو في الوان ملونه، دي ار جي بي عادي، وحتى دي للسي ام واي كي برضه باينه لكم، برضه باينه بالار جي بي مش باينه سي ام واي كي عامه، يعني هي باينه ار جي بي. سي ام واي كي دي بقى بنستخدمها في ايه؟ لو جينا مثلا عملنا صوره بالار جي بي وصوره بالسي ام واي كي وعايزين نطبع الاثنين، ايه الطبعه لما بتيجي تطبع هي بتفهم سي ام واي كي بس، هتدخلها الار جي بي هتبص هتلاقي الالوان طالعه ايه معكوسه، لان قلت لك ايه هو مكمل ليه، هتلاقي الالوان مختلفه تماما.
لو انما لو طبعت سي ام واي كي هتطلع تبقى الاصل منها. تمام، ده الفرق اللي ما بينهم عامه. ونفس الكلام برضو لو عملت صوره سي ام واي كي وصوره ار جي بي ورفعتها النت، لو رفعنا الصورتين مثلا على النت وجينا نشوف الصورتين هتلاقي سي ام واي كي مختلفه، مش هتلاقي نفس اللي انت مش نفس الالوان، هتلاقي متغيره جدا. تمام، وانا مجرب الموضوع ده، ممكن تجربوه برضو باستخدام طبعا ايه الفوتوشوب. ماشي كده احنا خلاص عرفنا انها ايه مكمله ليه. الاتش اي اس في ده اختصار، ده عامه يعني ايه مش سهل تحول ليه الار جي بي والكلام من ده، لانه هو اساسا ايه هنفهمه دلوقتي في ايه. انما السي ام واي كي واليو الواي يو في والار جي بي سهل نحولهم ايه نحولهم لبعض عادي. تقدر تحول من ار جي بي ليو واي في وسي ام واي كي وهكذا زي ما شفنا المعادله. ده بقى ما بنحولش، ده بيعمل ايه الاتش دي اختصار لهيو دي يعني ايه، ده بيقول لك اللي هو بيشيل الكالر زي الايه اللي هو الالوان اللي زي الريد جرين بلو مثلا، وبقى الالوان عامه يعني. ماشي، الساتوريشن ديت ايه بتاعت اللي هو بعد اللون عن الجري، يعني اللون الاحمر بعد عن الجري قد ايه، هنشوف في مثال دلوقتي. ايه تاني البرايتنس ده اللي هو الفاليو، ثواني ده برضو الساتوريشن في حاجه الفي، الفي دي اختصار للفاليو. ماشي، الفاليو دي اللي هي الايه البرايتنس بتاعتك يعني السرعه بتاعتك إيه الابيض فيها ايه قد ايه، يعني يعني ايه برايتنس الاضاءه فيها عاليه خالص ولا واطيه خالص بمعنى اصح. تعال نشوف الرسمه دي هتفهمك. انا مثلا خدت مثال اللون الاحمر زي ما انا شايف كده، شوف اللون، شوف الاحمر ده هنا الدرجه دي، الدرجه اللي قصادي ديت بالساتوريشن بتاعها قريب من الجري قوي، على عكس درجه زي دي، الدرجه دي فاتحه جدا تمام بعيده عن الجري خالص. تمام، لو نزلنا تحت وطلعنا فوق كده يعني ده ساتوريشن اللي هو بيقرب بالجري، ده كده بيقرب بالجري. الفاليو لو طلعت ونزلت اللي هو من الابيض لاسود زي ما قلت لك اللي خاطره بالبرايتنس، الصوره الاضاءه بتاعتها عاليه ولا واطي. تمام، بس هو ده الاتش اي اس بي. اتمنى يكون واضح، لو اي حد ما فهمش حاجه او مثلا شافني انا قلت معلومه غلط يعرفني، ولو هي غلط فده طبعا ايه اساءه فهم مني انا مش من الدكتور طبعا. ماشي، شكرا يا شباب.